النهاردة المطر شديد، أمطار شديدة شديدة شديدة، يا نهار أبيض. بسم الله ما شاء الله سبحان الله. يا سبحان الله يا سبحان الله، الحمد لله. الشارع بقى بحيرة. الحمد لله. امبارح الحمد لله رب العالمين تساقطت امطار يعني غزيرة، ودي البواقي البسيطة اللي تبقت من مياه الأمطار اللي ما تبخرتش. الحمد لله رب العالمين. أنا عايز أقول لكم إن الأمطار ديت كانت أمطار خير. في الحقيقة أنا ببقى سعيد جدا بتساقط هذه الأمطار، بتدي للنباتات بتاعتي روح غريبة الشكل، والنباتات زي ما تكون بتفرح بيها وبتسعد. بسم الله ما شاء الله، نمو رائع لكافة أنواع النباتات. زهور حب الرشاد بألواناتها الجميلة الرائعة. بعد مشاهدتنا النباتات بتاعتنا، تعالوا نتجه للجزء الخاص بالدواجن. في الحقيقة أنا بشكر كل متابعي القناة اللي توجهوا لي بالنصيحة عبر التعليقات وقالوا لي يا أبو عبد الرحمن المخرج لازم يكون لونه أحمر وردي حتى تكون الأرنبة جاهزة للتلقيح، وانه لا يمكن التلقيح ما دام النتايه غير جاهزه، النتايه غير جاهزه لا يمكن اجراء عمليه التلقيح بنجاح. فانا كنت شاكك ان المفيج لا يكون كبر في السن، ولكن اللي تواصلوا معايا عبر الواتس واللي اتصلوا بيا بالتليفون واللي كتبوا لي في التعليقات احب اتوجه لهم بالشكر، بقول لكم شكرا جدا. فعلا المخرج النهارده كان احمر متوهج وتم عمليه التلقيح بنجاح. حيوان ابو فجله من الحيوانات اللي ليها عندي ذكريات جميله، وكان هديه من الوالده رحمها الله، فكان هيبقى صعب عليا جدا فعلا ان انا اتخلص منه. بابا انتوا عارفين هذه الايام نقوم بترميم في المنزل، وتعالوا مع بعض نشوف اكتشاف جديد اكتشفته بعد عناء سنين طويله. ويعني عايز اضحك لان ام محمود عانت الامرين من البلاط القديم ده بصراحه. في الحقيقه انه كان بيمنعنا كمان من التصوير، يعني كنت اقول لها ام عبد الرحمن انت طبخه دي جميله ما تصورها لنا، تقولي لا. باذن الله اول ما المطبخ يتحسن ويبقى جميل باذن الله المتابعين اليوم عندي فيديوهات جميله. الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرنا وعملنا الصاله وعملنا اوضه، وباذن الله داخلين على المطبخ. الصاله هنا خلصت بس لسه طبعا الكراكيب كلها محطوطه فيها، احنا بنخلص اوضه وخلصنا هنا الاوضه. انا بوريكم بس الايه البلاط، يعني شغل معلمينه. الأوضة متناسقة مع كل الحاجة مكركبة، مش حاجة مفروشة، كله مكركب. هنفرش مؤقتا في الآخر خالص إن شاء الله بإذن الله. هوريكم كل التطبيقات اللي احنا عملناها بعد ما نخلص الكركبة اللي احنا عايشين فيها دي. ها
وزي ما انتم متعودين دايما ان احنا في القناه عندنا قناه التوفيق. فبصوا بقى يا بشوات، طبعا كنت بشتري شكاره الماده اللاصقه للسيراميك، وبعدين الشكاره غاليه، يعني كنت بشتري الشكاره تقريبا ب 85 جنيه. فانا لما فتحت الشكاره وبصيت فيها لقيت ان حوالي مثلا 60% من وزن الشكاره رمل. رمل، سواء كان رمل ابيض سواء كان رمل اصفر. يعني مره اشتريت الشكاره رمل ابيض ومره اشتريتها رمل اصفر. فالموضوع ده لفت نظري، انا قلت لا، انا بشتري شكاره رمل ب 80 جنيه في يعني ايه سر الماده دي؟ رحت داخل على جوجل. ودايما بنصحكم يا جماعه، اي حد او اي شخص عنده استفسار يخش على جوجل ويبدا يبحث، مش هيتعب كتير. وفي الحقيقه ان برامج البحث ما سابتش حاجه والمواقع ما سابتش حاجه. كتبت تكوين الماده اللاصقه وعرفت انها بتتكون من الرمل الناعم المتغربل وزجاج ناعم مكسر واسمنت ابيض وماده لاصقه. الماده اللاصقه اهي ايدي بوند، دي الماده اللاصقه. وام عبد الرحمن ربنا يكرمها غربت لنا الرمل. تمام، خلاص كوننا الاسمنت الابيض، اسمنت الابيض العادي العادي اللي بنسقي بالبلاط. واشتغلت فيه في الحقيقه الاوضه الجديده اللي ام عبد الرحمن كانت بتفرجها لكم من شويه، طلعت جميل. لا الغريب بقى في الموضوع ايه، يعني اللي انا بستغربه ان اللي انا الماده اللي انا كونتها اثبتت انها افضل من الماده الواقعه من الماده الجاهزه. يعني حاجه غريبه خالص، اقوى وارخص وبتنشف بسرعه. لاحظنا ان البلاطه بعد تقريبا 5 دقائق او 6 دقائق بتنشف، بنقدر ندوس عليها عادي. تبدا تمام، لا بعد حوالي ربع ساعه تقريبا تقدر تدوس عليها بعد ربع ساعه. وادي زي ما انتم شايفين الماده اهي، واستخدمت الرمله الصفراء العاديه جدا اللي هي رمله البناء. وانا رحت سالت اللي هو بائع المول، لان دايما بسال، اصل الانسان دايما يسال ويستفسر بالذات من اهل الخبره. قلت له انا عاوز رمله بيضاء، قال لي موجود، موجوده الرمله البيضاء تستخدم في البناء. ولكن ولا ريكس، تعالى انا اهو، الاولاد دايما بيعكسوا في الشارع. ريكس منطلق عشان الدنيا مكانه، ريكس منطلق في الدنيا بحاله، اطلع على السطح يا ريكس. قال لي لا ما تستخدمش الرمله البيضاء الموجوده لان فيها نسبه ملوحه هتعكسك. استخدم رمل يا اما لو انت عاوز تبقى زي يعني الماده اللاصقه زي جاهزه بالظبط ورمله بيضه بالظبط، اغسل الرمله البيضه، اغسل الرمله الصفراء، اغسل الرمله البيضه، الرمله البيضه اللي موجوده عنده لان فيها نسبه املاح. انما الرمله اللي احنا شغالين بيها ديت رمله عاديه نظيفه. ده لو خدت منه الرمله، يعني لو خدت منه الرمله. الحقيقه ان انا يعني ما شفتش دماغي وقلت لا هغسل ولا هعمل، انا في النهايه بنختموها بايه؟ باسمنت ابيض وكله بيبقى تمام. ام عبد الرحمن زي ما انتم شايفين الماده اهي، بسم الله ما شاء الله. طبعا هضيف لكم على الارض كمان اهو. والناس اللي بتفهم في البلاط يعني من خلال الشكل كده هتعرف ان تقريبا ما فيش فرق. تقريبا نفس الماده. بالعكس انا عايز اقول لكم دي افضل. ووفرت لي كتير جدا والله، يعني توفير فوق الخيال. زي ما انتم شايفين اهي، تعالوا بقى مع عبد الرحمن كده قربي وكبري واعملي فلاش عشان توريهم السحبه بتاعتها ازاي. انتوا شايفين السحبه بتاعتها؟ مفيش فرق بينها وبين الماده الجاهزه. مفيش اي فرق نهائي. ودايما النتيجه دايما احنا بنقدم لكم تجاربنا، سواء كانت ناجحه سواء كانت بتفشل. ودي بالتجارب الحقيقه اللي اثبتت نجاح كبير جدا. ناجحه وموفره جدا على فكره. موفره جدا وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. اللي حابين يلزقوا السيراميك على البلاط من غير ما يكسروا البلاط، لان احنا بصراحه حسينا ان احنا هنبذل مجهود خارق في تكسير البلاط، وكمان ان احنا ناخده ونرميه ده صعب خالص علينا. زي ما انتم شايفين كده هنزق لكم بلاط عليها. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
بس نكسره هنا. بس هنظبطها بقى ونخلص المطبخ، وبعد كده لان انا هسيب التليفون دلوقتي واساعد ابو عبد الرحمن. يا ريت والله. واشيل واحط، فمش هينفع اصور. بعد ما نخلص المطبخ هنصوره لكم باذن الله. شغلنا المروحة لطرد التراب عشان ما تدخلش الصالة هنا. ركسي بنت جوة فرحان، الدنيا واسعة. رايك ابو عبد الرحمن يلزقوا الحيطان ولا يجيبوا صنايع للزق الحيطان؟ يجيبوا صنايع. يعني الارضيات لا، شايفين بيلزق الحيطان ازاي؟ الارضيات احنا نجحنا 100%. الله بيلزقها بطريقه صح. انما الحيطه نجحنا، احنا نجحنا. بس عايز اقول لكم الساعه 5 الصبح لحد دلوقتي. طيب والبلاط وقع كم مره؟ 4 مرات. لا ما ننصحكمش ان هوريلكم التعويره دلوقتي. ما ننصحكمش بالحيطان، الارضيه عكوا فيها زي ما انتوا عايزين، انما الحيطان لا. نصيحه لله. لا لا الحيطان لا، منتهي الموضوع ده، منتهي تماما. ايوه ربنا يعدي على خير البلاطه ديت وتلزق في مكان، وبنلزقها بطريقه بلديه. ما مش مشكلة بقى، يدوي بقى وبيحشر بإيده ومهيص الدنيا. مش عايز أقول لكم بقى المطبخ شكله إيه والحمام شكله إيه. لا من غير ما تقول، ما هم متوقعين اللي بيقع. لا صراحة الأرضية ماشي، أنا الحيطة لا. الحيطة عايزة معلمة. عايزة معلمة. بس احنا نجحنا. احنا ما ينفعش نجيب معلم عشان بلطين، يعني ما يصحش حد. لا بس انا خلاص اخر مرة عمل الحيطة ومش هكررها تاني. لا ما خلاص، ما ده اخر حيطة انا عملتها. مأساة. انت جامد ونزلت مجهود كبير وقت طويل. الدنيا اتمرمطت بالمرمطة. والدنيا باظت خالص. فما انصحكمش ابدا، يعني احنا دايما بنقول لكم التجارب بمنتهى الامان. تجربه تبليط الحيطه دي تجربه فاشله. يلزق البلاط ويروح البلاطين واخدين بعض ونازلين، يلزق البلاط البلاطين ياخدوا بعض واصحاب كده ويروحوا نازلين يتفسحوا. بس هو احنا كانت الفكره ان احنا ما كناش عارفينها وعرفناها بعد عده تجارب، ان المونه تبقى جافه والاسمنت يبقى كتير ونسبه الاسمنت كبيره. دي عرفناها بعد مأساة. مش مونة عادية زي بتاعة البلاط، زي بتاعة الأرض. لا مش مونة عادية. نكتر الأسمنت والمادة اللاصقة أكتر. والمادة اللاصقة أكتر وأسمنت أكتر، وخدت تعرف وش. وعمري في حياتي ما هنبلط حيطان بعد كده، آخر مرة. ومش هتتكرر نهائياً يعني. فعلاً. خليكم الشعب تبقى تريح البلاطة لحد ما تنشف. ما ده اللي هيحصل.
ساعة كده وارجع الزق التانية، لان كل ما احط التانية فوقها اروح واخدين بعض وواقعين. اصدقاء بيحبوا بعض. طبعا بعد مدة طويلة جدا من المشقة والمجهود الحمد لله خلصت، يعني النتيجة مرضية، النتيجة ممتازة، ولكن المجهود هو خاف يمسح البلاط، البلاط يقع لما ينشف خالص هيمسح. في نهاية الفيديو احنا قدمنا لكم تجربتين النهاردة، تجربة المادة اللاصقة للأرضيات وكانت تجربة ناجحة، تجربة لزق الإشاني على الحيطة بنسمى يعني خبرته ضعيفة ما صحش أبدا. الحمد لله رب العالمين احنا دايما بنستكملهم ترمومات البيت زي ما انتم شايفين ارضيات المطبخ فاضل فيها شويه بقى اسمنت بس يا عبد الرحمن عايزين نتمسحهم. الاسمنت انا كنسته بس لسه هيتسيق بقى ويتكحد بالسلك باذن الله ربنا يديك الصحه والله. النهارده انا خدت عباره في وشي وام عبد الرحمن خدت زحليقه زحلقت يلا الحمد لله ما لازم العين كده. فين الفيديو مع عبد الرحمن؟ يا ريت في نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش قناتنا التانية الخاصة بخلف الكواليس والفيديوهات القصيرة وفر في بيتك من أوعى الثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.